دي اللي بتحرس النعم. ولذلك يقول لك يا سلام فلان ده لو كانش فيه كذا كذا كان انحسد، يبقى كذا كذا دي عملت ايه؟ هي دي اللي خففت عنه الايه البلو. لما الشاعر جه يقول ايه، شخص الانام الى كمالك، يعني انت رجل كامل في كل صفاتك، العالم بحلق لك، ده كامل في كذا وكذا 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 وكذا، انا خايف عليك من دي، فاستعذ من شر اعينهم بعيب واحد، عشان يقولوا لو فيه كذا يقوم دي تعمل ايه. ولذلك حتى احنا في الفلاحين وفي ريب الفطريين لما يجي ولد وسيم شكله جميل يعملوا فيه ايه؟ يوسخوه، يحطوا له فسوخه، قال ايه دي اللي هتعمل ايه؟ مش عايزين الناس ينظروا له على ان ايه اللي تم. ولذلك المراه اللي دخلت على الخليفه قالت له اتم الله عليك نعمته واقر عينك، قاموا الناس فيه منها بتدعي له، وبعدين خرج قال انتوا عارفين هي بتدعي تقول ايه؟ اقر عيني يعني سكنت بلا حركه، واتم نعمته يعني زولها لي، لان اذا الشيء اذا تم زال. الناس تزعل اللي يقول لك دي ناقصه في الشيء الفلاني ودي مش عارف مش كامله، ما تسال والواد سقط السنه دي مثلا، اللي مش عارف ايه اللي حصل، افهم ان دي اسمها تمائم الكمال، تميمة الكمال، ربنا بيعمل المسألة في ايه؟ المصلحة. بعد ذلك ما دام الإنسان ابن أغيار قد تغفل نفسه عن منهج الله، ربنا مقدر دي، قال أنا برضو مقدر أنك أنت قد تغفل عن منهجي، ولذلك أنا غفار. كلمة أنا غفار دي حمت المجتمعات من شرارها، لأن الشرير إذا عمل جريمة ثم حكم بأن ربنا مش هيغفر له يعمل إيه؟ يبقى فائد، وكل يوم بقى يعمل جريمة، يقول لك ما خلاص انتهى، ضرب الأعور على عينه انتهى. لكن لما يقول له لا ده أنت تبت أغفر لك، يبقى بيرحم المجتمع من إيه؟ من شراسة أصحاب السوء. ومش أنا غافر بس، غافر دي تبقى يعني ذنب، انما غفار. بس المهم انك لما تعمل الذنب وتتوب ليه، ما يبقاش في ذهنك انك انت برضو تعمل ذنب تاني وتبقى تتوب. خلي الذنب لما يبقى يقع عليك كده بدون ايه، بدون ترتيب، انما تقعد ترتب لها، ما الذي يدريك ان تعيش الى ان تتوب؟ ما تقدرش، ما تملكهاش دي. واني لغفار لمن تاب. كلمه غفار دي يسمى صيغه مبالغه، صيغ المبالغة بالنسبة لترتيبها اللغوي، إذا جئت بمبالغة في غفار وأثبتها يبقى يثبت الأقل وهو غافر. مدام قال غفار يبقى يثبت الأقل وهو إيه؟ غافر. ده في الإثبات. لكن في النفي، وما ربك بظلام للعبيد. طب ما الله ليس بظلام، مش مبالغ في الظلم، يعني معناها ايه؟ انه يظلم بس ما فيش مبالغه. يبقى لازم نفهم الفرق في دي ايه. قال لك الشيء يبالغ فيه لامرين، الامر الاول ان تبالغ في الحدث، الأمر الثاني أن تبالغ في تكرار الحدث. إزاي؟ واحد الإنسان مثلا وجبته أنه يأكل رغيف أو رغيفين، واحد بيأكل خمس رغيف، ودي حدث واحد هو الأكل، بس بالغ فيه، يبقى المبالغة كانت تكون في إيه؟ في نفس الحدث وإلا بيتكرر. وقد تكون المبالغة في تكرر الحدث، الناس بتاكل ثلاث طاقات، ده بياكل كل ثلاث ساعات عايز ياكل، يبقى نقول عليه اكول. اكول يعني كل كتير؟ لا، في المرات عددها، وقد يكون في الوجبه الواحده كل قد كده، يبقى مره يكون المبالغه في الحدث ومره يكون المبالغه في ايه؟ في تكرار الحدث. تعال بقى، الله غافر، يبقى غافر ليا وغافر لك وغافر لده وغافر لكل الخلق،
يبقى تكررت المغفرة بالنسبة لخلقه ولا لا؟ يبقى غفار ولا مش غفار؟ يبقى غفار. وإني لغفار لمن تاب وآمن. إذن التوبة مش هي لازم ما لم تاب وآمن يبقى كان مشرك وكافر، يبقى تاب عن الايه؟ عن الكفر. وبعدين أنشأ إيمانا بالله وبرسوله، والإيمان ده هو الينبوع اللي يصدر عنه السلوك البشري. يبقى نتيجة الإيمان ايه؟ انك تسمع كلامه تفهم قال لك ايه، افعل ايه ولا تفعلش ايه، يبقى وعامل ايه؟ صالح. وبعدين قال ثم اهتدى، يبقى غفاريته مشروطة بكم شرط؟ غفار لمن تاب وآمن وعمل صالح. وبعدين ثم اهتدى. الله، طب ما هو لما يكون عمل الحاجات دي يبقى مهتدي ولا لا؟ قال لك لا، ده اهتدى ان يستمر على ذلك، علشان كل ما يهتدي ربنا يزيده ايه؟ والذين اهتدوا ايه؟ زادهم ايه؟ زادهم هدى. واني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. بعد ذلك تكلم عن المعنى العام ثم قال وما أعجلك عن قومك يا موسى. وقالوا ما أعجلك، يعني إذا أنت جيت بدر ليه كده؟ هو كان على ميعاد أن يلقى علشان يتقبل منه المنهج، وكان المفروض انه يجيب نقباءه او الناس رؤساء وإياه، فالله وحده يجيه موسى قال له ما اعجلك عن قومك، يعني ما جيتش ويمين ويا قومك ليه؟ وما اعجلك عن قومك، اعجلك عن الكدى، يبقى معناه كان المفروض ايه؟ انكم تيجوا. ما قال اي موسى هم اولئك على اثري، وانا هم جايين ورايا، يعني هيتبعوني، انا مش جيت لانهم مش تابعين ليا، ده هم هيتبعوني، بس انا عجلت اليك ربي لترضى. الله، طب لترضى عني ولا عن ايه ولا؟ قال لك تعالى الانسان حين يامر غيره بامره، والامر ده قد يكون فيه مشقه على النفس لانه بيحكم النفس وشهواته، لا لا ما تعمليش دي، لا دي مش عارف ايه، ساعه يامر غيره به يقول لهم انا لست بنجوه عن هذا الامر، انا اول الايه؟ المنفذين، وما دام انا اول المنفذين على نفسي ابقى مامون على ان امركم ان تنفذوا كما انفذ، مش انا عايزكم تتنفذوا وانا لا لا. ولذلك لما يجي القائد مثلا فارق بن زياد يقول ايه؟ انا لم امركم امرا انا عنه بنجوى، واعلموا اني اذا التقى الفريقان مقبل بنفسي على طاغيه القوم لزريق اللي هو القائد الكبير بتاعهم، فقاتله ان شاء الله، فان قتلته فقد كفيتم امرا. معناه بقول انا مش بامركم امر وانتم تروحوا وانا قاعد، لا انا قدام. يبقى وما أعجلك عن قومك يا موسى، قال لهم أولئك على أثري ولكني عجلت إليك ربي لترضى. ترضى بإيه؟ بإن منهجك يطبق، منهجك يطبق من جهتي أنا رسول ومن جهة الآخرين أيضا. ليه؟ لأنهم حين يروني قد تعجلت للقائك في موعد الذي حددت يعلمون أن ذلك الأمر لو لم يكن خيرا ما سبقتهم إيه؟ إليه، ولو كان كده كنت قلت لهم هم يمشوا وانا استنى، انما بعد ذلك يقول لك يا سلام ده هو اللي راح اول، هو اللي عمل المساله دي قبلنا، يبقى معناها. ولذلك ساعه ما يجي واحد يقول لك ايه اعمل وانا ايدي بايدك، ايدي بايه؟ ده مش ايدي بايدك، ده ايدي قبل ايدك كده، يبقى معناها ايه؟ ان المنهج يسود، واذا ساد منهج الله في الارض رضي الله عن خليفته في الارض. وما اعجلك عن قومك يا موسى، قال هم أولئك على أثري، قراءة على إثري يعني جاي ورائي، وعجلت إليك ربي لترضى. لترضى عن مين؟ أنا مسرع إلى تنفيذ الأمر
وحكون أسوة إلى أنهم يعرفوا أن أنا ما أقبلتش على إسراع إلا إذا كان خيرا لي، فده يشجعهم على أنهم يعملوا زيه. قال هم أولئ على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. قال أخبرك بشيء غاب عنك بعد مفارقتك الكون. لو إنك أنت ما عجلتش كده يمكن كان ما حصلش. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. بعد موسى ما خرج عشان ميعاد ربه، السامري عمل عمليته، فالله أخبر موسى قال له فتنا قومك من بعد ما خرجت. والفتنة نعرف أنها معناها مش مذمومة، الفتنة الاختبار الذي يذم غاية الفتنة غاية الاختبار. ما تقولش أنا لما بمتحن التلميذ إن الفتنة أنا بختبره، يبقى النتيجة هي اللي تحدد سوء الفتنة أو خيرها. فإن كان ينجح خلاص يبقى كويس، وإن كان يسقط يبقى كويس للناس. إزاي؟ قال لك لأن في حاجات إن تحققت مصلحة الفرد فيها انهدمت مصلحة الجماعة. جينا التلميذ مثلا دخل الامتحان وعملنا الفتنة ونختبره وبعدين إيه؟ سقط أو ما جاوبش. لو أننا نجحناه وهو ما ذاكرش إيه اللي يحصل بعد كده؟ هو انتفع وهو واحد، وإن كان انتفاعا أحمق. ولكن بعد كده السنة الجاية ما حدش يذاكر، يقول لك ما ذاكرش ونجحوا يا عم خلاص. الله، يبقى المجتمع يخسر ولا ما يخسرش؟ إذا فالفتنة لا تذم لذاتها. أحسب الناس أن يترك أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ مش ممكن، لازم نختبرهم. ليه نختبرهم؟ عشان الحق سبحانه وتعالى يعطي النتيجة على هذا الاختبار. طب هو اختبر ليعلم؟ بيفتننا بيختبرنا ليعلم؟ يقول له لا، ليعلم الناس فيعاملون كل واحد على مقتضاه. نختبره يطلع منافق، يطلع كذاب، الناس تحتفظ معامله، تطلع مخلص يتبه له. يبقى إذا الاختبار لا ليعلم الله ولكن ليعلم خلق الله، وإلا فربنا عالم. طيب، أو أن الاختبار من الله قطع الحجة على المختبر. واحد يقول لك لا ربنا لو اداني الفرصة أنا كنت أبقى كويس مثلا، نقوم نقول طيب يديك الفرصة وبعدين طلع مش كويس. بلك لو ما اداناش الفرصة يقول لا أنا لو كنت اديتوني الفرصة كنت أبقى عال أوي. يبقى إذا فيه علم واقع من الله أو علم من خلق الله على كل من يفتن، فإن كان محسنا يقتدوا به ويقبلوا عليه ويحبوه ويحترموه ويسمعوا كلامه، وإن كان غير ذلك يبقى الاختبار لقصد مين بقى؟ قصد المجتمع به. إنا قد فتنا قومك من بعدك. ولذلك سمى ما حدث فتنة ونسبها إلى ذاته، فتنا اختبرنا باللي حدث. لكن السامري أضلهم، معنى أضله سلك به غير طريق الحق. وسلوك غير طريق الحق قد تكون للذاتية المحضة، هو يسلك هو حر يبقى أضل هو، إنما حيبقى عليه وزر ثاني أنه أضل غيره، يبقى فيه وزر ضلاله ووزر إيه؟ ووزر إضلاله للإيه؟ للغير. ولذلك يحمل أوزارا مع إيه؟ مع أوزارين، مع أن لا تزر وزارة وزر أخرى. ما هو برضو الجماعة المستشرقين يقعدوا يجيبوا حاجات في القرآن كده يقول لك يحمل أوزارا مع أوزارين، مع أنه آية فيها تانية إيه؟ لا تزر وزارة وزر. يقول له أنت ما أنتش فاهم، طب أنا هعمل لك إيه؟ أنت واخد يا مستشرق القرآن مش بالملكة، أنت واخد اللغة صناعة مش بملكة فطرية، وإلا كنت فرقت بين أن يضل في ذاته يبقى ده وزر، وأن يضل غيره أدى وزر آخر. يبقى بعمله ولا مش بعمله؟ يبقى عمله. إنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. السامري ده اللي هو إيه؟ اسمه موسى السامري. فرجع موسى ساعة ما سمع الحكاية دي وحصلت في قومه وفتنوا بعده، الفتنة هيتكلم بقى في عبادة العجل بقى وإلى آخره.
فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. رجع تستعمل مرة لازمة، رجع فلان إلينا، رجع فلان إلى الحق، وتستعمل متعدية، فإن رجعك الله إلى طائفة، فإن رجعك يبقى نصبت المفعولة إيه؟ فإن رجعك الله إلى إيه؟ إلى طائفة. يبقى مرة تستعمل لازمة ومرة تستعمل متعدية، لكن المعنى بيختلف. إزاي؟ رجع إذا كان الأمر من جهته، رجعناك يبقى من عندنا احنا قلنا له ارجع. فرجع موسى الى قومه غضبان اسفا، يعني عنده حزن شديد على ما حدث. قال يا قوم الم يعدكم ربكم وعدا حسنا، انه اديكم التوراة فيها أصول الحركة في الحياة، ده حلال وده حرام وده وعد الحسن، لأنه هيحسن حياتي في دنياي ويحسن لي ثوابي في أخراي. أفطال عليكم الأمد، يعني أنا جبت عنكم غيبة طويلة أول درجة المسائل اتنست. أفطال عليكم الأمد يعني هو أفطال عليكم العهد، يعني عهد بيكم بقى بعيد قوي لدرجة المسائل تنسى، ده أنا ما عملتش كتير، يعني ده مش عارف 35 يوم ولا مش هي وعدنا موسى سلائه وبعدين أتممناها بإيه؟ أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم؟ أنتوا غاويين غضب ربنا بقى، العهد ما طالش، تكيفة غضب ربنا كيفة معصية، وإلا فالمسألة يعني ما تستاهلش ان انا بمجرد ما اسيبكم كده تبقى ايه؟ وده دين ايه دي؟ امال بعد الواحد الرسول ما ينتهي ويبلغ ايه اللي هيحصل؟ ده انا انسى كده. ولذلك كان النبي يقول أذلك وانا بين ظهرانيكم، يعني ايه اللي حصل منكم دي؟ وقال لسه موجود. أفطال عليكم العهد ام اردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم فاخلفتم موعدي؟ طب الموعد بتاعه ايه؟ كان وعدهم بايه؟ مش هو هيقول في ايه ثانيه بئس ما خلفتموني من بعدي؟ فكانه كان له وعد وكلام وياهم انكم تعملوا كده. ايه الموعد بتاعه؟ قال لهم اسلكوا طريقة هارون واستمعوا لاوامره من بعدي الى ان اجي، يعني هو اللي هيخلفني في ايه؟ فيكم. لكن هو بيقول حتى وإن طال عليكم العهد مني، موجود فيه مين؟ موجود فيه هارون، وهارون ده مش جاي من جيبي أنا اللي جبته، ده ربنا مشركه في أمري، يعني وياه في الرسالة، إنا رسول ربك. يبقى المسألة برضه له المهابة بتاعت الرسالة، مش أنا مجايب واحد منكم وقلت له خد بالك من القوم لحد ما يرجع، ده برضه ما متمم لل فأخلفتم موعدي. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا. مادة الميم واللام والكاف والملك والملك ومش عارف ايه كلها دي تفيد الحيازة والتملك، لكن مرة لا يملك الإنسان فيها إلا نفسه بس، إنما ما يملكش اللي حاوله، يعني يملك ذاته في الإرادة بس، إنما ما فيش حاجة تانية أكثر من كده، ملوش ملك تاني. يبقى فيه ملك وفيه ملك وفيه ملك. الملك الأمر الذاتي للنفس، يقول لك يا عم أنا ما أقدرش إلا على مين؟ إلا على نفسي بس. طب والملك هو إيه؟ ان يكون لك حاجة خير خارجة عن ذاتك، يكون لك ثروة، يكون لك مش عارف ايه، يكون لك ايه، يبقى ده ملك. طب والملك؟ ان تملك شيئا وتملك من ملكه، يبقى ده ملك بقى. يبقى كم مرحلة؟ ملك ملك وملك وملك. بعضهم بيقول ان دي مترادفات، تقراها ملك تقراها ملك تقراها ملك، يقولوا لا كل واحدة لها ايه؟ لها معنى. قالوا ما أخلفنا موعدك
بملكنا يعني بإرادتنا، ده كانت في حاجات أقسى أقسى منا. ولكن إيه اللي أقسى يا سيدي؟ إيه هي؟ ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم. احنا عارفين أوزار جمع وزر، والوزر هو الايه؟ الشيء الثقيل على النفس، ثقيل الحمل على الايه؟ على النفس. ويطلق الوزر على الاسم لانه يثقل على النفس ثقلا يتعهده في الآخرة ايضا. حملنا أوزارا وإلى لقاء آخر إن شاء الله.